السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دوجة شانيل. كنتمنى تكونوا في أحسن حال إن شاء الله، ورمضان كريم بالصحة وبالسلامة وكاع المتمنيات يا رب. اليوم عندي أنا هاد التوب ديال الملحفة اللي مولاتو بغاتو سل ديال الصلاة أو لا عباية ديال الصلاة. قلت علاش لا ما نشاركوش مع المتتبعات ديال الوفيات. ان شاء الله اليوم غادي تكون الطريقه ديال الصلاه من اسهل ما يكون، يعني طريقه جد سهله، يعني ما فيهاش تعقيدات نهائيا، واي وحده ممكن انها تفصلوا في البيت ديالها بكل سهوله. ما نطولش عليكم هذا الفيديو، اذا كنت كان فيدكم ما تنساوش الاشتراك في القناه وتدعموني بلايك باش يوصلكم دائما كل جديد، ونبداو التطبيق على بركه الله. وكيف كنعرفوا على التوب ديال الملحفه انه رقيق بزاف، يعني ضروري ما نثبتوه بفنيتات او لا بقريرصات. المهم انايا غادي نقبض الثوب ديالي ونقادو، وعاد ندوزو نشوفو طريقه اخذ القياس. وبالنسبة للقياس ديال الكتف، عندي في الكتف 46 سنتيم، كنقسموها على 2 كتعطينا 23 سنتيم. يعني القياس ديال الكتف كنقسموه على 2، القياس اللي كيعطينا هو تيكون عندنا القياس ديال ربع الكتف. كنحدد القياس ديال 23 سنتيم، من النقطة ديال الكتف كنزل وكنحدد كذلك 23 سنتيم، وكذلك في الجهة المقابلة كنحدو 23 سنتيم حتى نتحصلو على واحد المربع، ونحدد القياسات ديالي. ومن بعد ما حددت القياسات كنطيح الكتف ديالي بثلاثة ديال السنتيم، كنحدد 3 ديال السنتيم، وكنحدد القياس ديال الكتف، وبالنسبة للقياس ديال ربع الصدر عندي في ربع الصدر 32 سنتيم، كنزيد عليها سنتيم ديال الخياطة هي 33 سنتيم، كنحدد القياس ديال ربع الصدر 33 سنتيم، كنحدد القياس ديال 33 سنتيم، وكنرجعو للتركيز. كناخدو من النقطة ديال التركيز وكنقسمو القياس ديالنا على 2 بهذا الشكل هذا، كنحدو القياس ديالنا في منتصف التركيز وكندخلو بسنتيم ونصف، ممكن ندخلو بسنتيم ونصف حتى لجوج ديال السنتيم. ودابا غادي
نحدو القياس ديال التركيز. انا كنستعن بهذا المسطره هذه باش يخرج لي القياس مضبوط. كنحدد القياس من النقطه ديال ربع الصدر حتى منتصف التركيز حتى النقطه ديال الكتف. يعني العمليه راه سهله بزاف، واللي ما متوفرش عنده هذه المسطره ممكن انه يخدمها غير بيدي، وراه يعني كطلع هي هذيك. عارفه ان القياسات ما كتبانش لكم في مع التصوير لان الثوب فيه الابيض وهذوك النقاط في الاسود، يعني ما بانش لكم، ولكن انا القياسات يعني باينه ليا مزيان. جيت نفصل هاد الثوب هذا على الظهر ديالو، لان دائما كنفصلوا الاثواب على الظهر ديالها، ولكن ما بانش ليا في الظهر، لهذا خدمته في الوجه ديالو. وكناخذوا القياس ديال دوره الخصر، كنزلو ب 60 سنتيم، كتبقى قاعده اساسيه. كنحدد القياس ديال 60 سنتيم، وفي دوره الخصر عندي 35 سنتيم. عندي 34 وزدت سنتيم ديال الخياطه، هي 35 سنتيم عفوا. حددت القياس ديال دوره الخصر، وغنستعن انا بهذا البيستولي باش ندير ديك التقويره اللي كتكون تحت الابط، باش كتعطيني واحد الجماليه اكثر للفصاله ديالنا. كنزلو بهذا الشكل هذا، وكنحدد القياس ديالي من نقطه دوره الخصر حتى النقطه ديال التركيز. ودابا غادي ناخذ القياس ديال الطول. عندي في الطول متر وربعين، متر وربعين سنتيم. كنحدد القياس ديالي، ومن بعد ما حددت الطول ديالي دابا غنحدد العرض. غادي ندير في العرض 45 سنتيم، على ود ان هاد العبايه ديال الصالات خصها تكون واسعه شويه، لهذا غادي ندير 45 سنتيم ونحدد القياسات ديالي. ودابا غادي نصير ما بين الطول ديالي ودوره الخصر بهذا الشكل هذا، وكنحدد القياس ديالي. بعد ما حددت القياس ديالي ندوزو نشوفو الفصاله. ودابا غادي ناخذ الجزء اللي فصلناه وانزلوه فوق الثوب باش نخرجوا الجزء الثاني.
وبالنسبة لدورة العنق كندخلو بثمانية ديال السنتيم، كتبقى قاعدة أساسية، كندخلو بثمانية ديال السنتيم وكنزلو بزوج ديال السنتيم، وكنحدو القياس ديال دورة العنق. وهذا الجزء هو اللي هيكون عندي الظهر. دابا غنفصل الظهر على الأمام باش نخدمو دورة العنق. وبالنسبة للقياس ديال دورة العنق كنهبطو ما بين 10 سنتيم حتى 12 سنتيم. أنا غنزل بعشرة ديال السنتيم وغنحدد دورة العنق. يعني طريقة راه سهلة، ممكن أن اللي بغى يستعن بالمسطرة يستعن بها. ومن بعد ما فصلت دورة العنق كندير واحد الافتحاء ديال 7 سنتيم بهذا الشكل هذا، والعنق ديالنا كيجي على هذا الشكل. يعني طريقة راه سهلة وبسيطة، كيف قلت لكم أي مبتدئة عفوا ممكن أنها تفصلوا بكل سهولة. ودابا كنحاول أنني نقاد هذا الثوب، هذا القطعة ديال الثوب، باش نفصل معكم الكميمات بواحد الطريقه اللي هي سهله بزاف، وكانوا كيستعملوها الناس القدام في الفصاله ديالهم. كيف كتعرفوا على التوب ديال الملحفه انه كيدب شي شويه في الفصاله، يعني جا هاد القطعه ديال التوب شويه مرجله، يعني خاصني ضروري ما نحاول معاها باش نخرج منها الكميمات. كيف كتلاحظوا انني طويت التوب ديالي على 4، يعني صراحة الله بأنه هو عذبني بزاف باش علقبت القياس ديالو مزيان مضبوط. وأخيرا تقاد لي التوب ديالي. المهم البنات كيف قلت لكم غنشارك معكم واحد الطريقة ديال فصالة الكمام اللي هي سهلة بزاف، وأي مبتدئة ممكن أنها تخدمها بكل سهولة وبلا ما تخاف منها نهائيا، لأننا فصلت بها عدة مرات. المهم كنقبطو التركيز ديالنا كيف كتلاحظوا وكنزلوه بهذا الشكل هذا، يعني بلا ما ناخذوا القياس ديال التركيز وندخلو ونحسبوا وناخذوا العبار ديالنا، فقط اننا كنزلو القطعه ديال التركيز فوق هذيك القطعه اللي غنخرجوا منها الكميمات بهذا الشكل هذا، وكناخذ الطول. عندي في الطول 62 سنتيم، كناخذ القياس ديال 62 سنتيم. وبالنسبه للتركيز بعد ما نزلته كناخذ القياس ديال منتصف التركيز بهذا الشكل هذا المنتصف، وكندخلو بواحد 2 سنتيم ونصف في الابط. يعني كيف كتلاحظوا يعني كندخل من الجهه ديال الثوب بهذه الطريقه، يعني كنخليو واحد تقريبا 2.5 ديال الثوب اللي كندخلو بهذا الشكل، باش كتعطينا هذيك الخويه اللي كتكون في الابط، باش ما كيجيناش الثوب تما عامر، يعني وكتجي الفصاله ديالها متوله ومقاده. وهاد الفصاله هادي بهذه الطريقه كتصدق 100%، يعني يكونوا على يقين ان اللي خدمت بها غادي يصدق لها التركيز مزيان. وهنايا خديت القياس ديال دوره الاكمام 18 سنتيم، حددت القياس ديالي وكنصل ما بين النقطه ديال دوره الاكمام حتى النقطه ديال التركيز بهذا الشكل هكذا. انا استعنت بهذا البيستولي باش نحدد القياس ديالي، باش كتجيني ديك الدخينه تحت الابط وكتجي بواحد الطريقه اللي هي زوينه. بعد ما حددت القياس المقاسات ديالي عفوا، ندوزو للفصاله.
وكنعتذر منكم البنات على ود الصوت ديالي شويه عيان. المهم باش ما نطولش لكم هذا الفيديو، بالنسبه للشال درت فيه متر و 70 سنتيم والعرض ديالو 80 سنتيم باش يجيني مريح مع هاد العبايه ديال الصالات. وصلنا لنهايه هذا الفيديو، الى كنت كنفيدكم ما تنساوش الاشتراك في القناه ودعموني دائما باللايك ديالكم باش يوصلكم دائما كل جديد. انا غنخيط هاد العبايه هذه ونشارك معكم الشكل النهائي.